اليوم بدنا نكمل مادة الفيزياء للصف التاسع. بلشنا الدرس السابق نتحدث عن الحرارة، وحكينا أن الحرارة بتنتقل عندي من الأجسام يلي درجة حرارتها مرتفعة للأجسام يلي درجة حرارتها منخفضة. اليوم موضوع درسنا بيحكي عن كمية الحرارة. بداية خلينا نعرف كمية الحرارة. كمية الحرارة هي مقدار الطاقة الحرارية المنقولة من جسم لآخر ووحدتها جول. يعني الحرارة اللي بتنتقل عندي من جسم درجة حرارته مرتفعة لجسم درجة حرارته منخفضة زي ما حكينا الدرس السابق. هلأ كمية الحرارة عندي اللي بتنتقل من جسم لآخر هل هي بنفس المقدار؟ يعني لو اجيت بدي أسخن أو كان عندي كوب ماء وكان عندي خزان ماء وبدي أرفع درجة حرارة هدول الجسمين مثلا 60 سيلسيوس، هل كمية الحرارة اللي بدي أعطيها لكوب الماء نفسها اللي بدي أعطيها لخزان الماء حتى نرفع درجة حرارتهم 60؟ طبعا لا، فكمية الحرارة اللي بدي أعطيها لخزان الماء أكيد رح تكون أكبر من كمية الحرارة اللي بدي أعطيها لكوب الماء. إذا عرفنا من هذا الحكي إنه كمية الحرارة بتعتمد عندي على عدة عوامل، بس قبل ما نبلش بهاي العوامل خلينا في كمان تعريف نحكي عن المكافئ الميكانيكي الحراري. المكافئ الميكانيكي الحراري هي العلاقة الحسابية بين الشغل الميكانيكي المبذول على جسم، يعني أنا ببذل على هذا الجسم شغل، والحرارة التي اكتسبها بسبب ذلك، بسبب هذا الشغل اللي أنا بذلته على هذا الجسم هو اكتسب حرارة. وكل 4.186 جول هي واحد سعر حراري، طيب قبل ما نبدأ بالعوامل بتعتمد عليها كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة بدنا نعمل عدة تجارب. عشان هاي التجارب تسهل علينا انه نفهم هاي العوامل. بداية رح نعمل عندي 3 تجارب. اول تجربة نسميها الحالة الاولى، اذا اول اشي نحكي العوامل التي تعتمد عليها كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة. نيجي أول إشي للحالة الأولى. الحالة الأولى خلينا نحكي إنه جبنا عندي مادتين. مادة ألف ومادة باء. وعندي هاي المادتين نفرض إنهم كانوا من نحاس، يعني جبت مادتين من نفس النوع هما من نحاس. هاي المادة ألف كانت عندي من نحاس وكانت درجة حرارتها البدائية 20 سيلسيوس، وبدي أوصلها لستين، تمام. هاي مادة النحاس كانت كتلتها، كانت عندي كتلة النحاس عبارة عن 800 جرام، بس بالحالة باء جبت عندي نحاس، مادة نحاس، بس كانت كتلتها 400 جرام، قللت منها الكتلة، كانت أصغر عندي هون 400 جرام، لكن المادة نفسها، المادة هون نحاس ودرجة حرارتها البدائية 20 سيلسيوس، وبدي أوصلها 60 سيلسيوس. إذن نرجع نحكي، عندي مادتين، جبت مادتين من نفس النوع، نحاس نحاس، لكن المادة الأولى كانت كتلتها، كتلة النحاس 800 جرام، لكن في الحالة باء كتلة النحاس كانت 400 جرام. طيب مين تتوقعوا رح يسخن أسرع؟ يعني لو عطيتهم نفس كمية الحرارة، هون شغلت تحتيهم موقد من النار وشغلت من هون النار وهون النار، أعطيتهم نفس كمية الحرارة، مين رح يوصل للستين أسرع؟ يعني
مين أسهل عندي؟ إني أجي أوزع الحرارة على 800 جزيء ولا أوزع الحرارة على 400 جزيء؟ وين بخلص أسرع؟ أكيد في 400. إذن هون نعرف إنه كمية الحرارة يلي لازم أعطيها لل 800 لازم تكون أكبر لحتى يوصل لي درجة حرارة 60. نفرض إنه شغلت عليهم الحرارة خلال 10 دقائق فقط، يعني خلال 10 دقائق مين رح يوصل للستين بسرعة أكبر؟ أكيد يلي كتلته 400 جرام. إذن هون أول عامل توصلنا له من عوامل تعتمد عليها كمية الحرارة المفقودة أو مكتسبة كانت الكتلة. إذن واحد، عرفنا إن الكتلة بتأثر عندي على كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة. يعني في حالة الكتلة كل طبعا العلاقة عندي طردية ولا عكسية؟ أكيد طردية، تناسب طرديا. فمثلا كمية الحرارة اللي بفقدها خزان ماء أكثر من كمية الحرارة اللي بفقدها كوب ماء ساخن، فالعلاقة عندي هون طردية. طيب نيجي للحالة الثانية. الحالة الثانية جبنا هون نفس الاشي، الحالة رقم 2 عندي ألف وباء، جبت مادتين من نفس النوع، نحاس نحاس، نفرض انهم برضو نحاس، لكن هاي المرة وحدت الكتل. يعني نفرض انه هون كتلتها كانت مثلا 400 جرام، وهون نفس الاشي كتلتها 400 جرام. يعني هون الكتلة في هاي الحالة نفسها ما غيرتها، ونفس النوع كانوا عبارة هون عندي عن نحاس وهون نحاس، لكن عندي درجة الحرارة بتختلف. يعني هون درجة حرارتها كانت بداية نفرض انها 20 سلسيوس، بدي اوصلها للستين. هون كانت عندي 0 سلسيوس، يعني بلشت درجة حرارتها من 0 سلسيوس، بدي اوصلها لـ60 سلسيوس. نفرض انه برضو خلال 10 دقائق، يعني اشعلت تحتهم النار 10 دقائق. مين تتوقع رح يسخن اسرع؟ هل اللي بداية كانت درجة حرارته 20 ولا اللي درجة حرارته 0؟ اكيد عندي اللي درجة حرارته 60. يعني خلال 10 دقائق لو اجيت انا طلعت على الحالة ألف رح ألاقي إنه درجة حرارتها وصلت 60، لكن في الحالة باء ممكن تكون وصلت 40 فقط. إذا تغير في درجة الحرارة عندي هون بيعتمد على كمية الحرارة أو بتعتمد على كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة. إذا تاني عامل من العوامل نعرف إنه التغير في درجة الحرارة أحد العوامل اللي بتعتمد عليها كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة. يعني في حالة باء أكيد لازم أنا يا إما أعطيه وقت أكثر من 10 دقائق، أو إيش بعمل؟ بزيد كمية الحرارة. يعني النار يلي تحت ألف لازم تكون أقل من النار يلي عند باء، يعني لازم النار عند باء تكون ضعف النار اللي عند ألف عشان توصل لدرجة حرارة 60 خلال 10 دقائق. بالفترة الزمنية نفسها لازم أضاعف كمية الحرارة عند باء، لازم أعطيه حرارة أكبر. طيب نيجي الآن للحالة رقم 3. الحالة رقم 3 طيب عندي برضو ألف وعندي باء، جبت هون مادة كتلتها 400 جرام، وهون مادة برضو كتلتها 400 جرام، ثبتت الكتل وبرضو شو ثبتت؟ ثبتت درجة الحرارة، رجعت ثبتت درجة الحرارة 20 سلسيوس. لكن اجيت حكينا هون
لو غيرنا المادة، خلينا نشوف شو رح يصير. هل عندي إذا تغيرت المادة بتحتاج لكمية حرارة نفسها في الحالتين؟ وجدنا إنه باختلاف نوع المادة بتختلف عندي كمية الحرارة اللي لازم أزودها للمادة حتى أرفع درجة حرارتها. يعني هاي المادة لو فرضنا إنه برضو نحاس، جبناها هاي نحاس، وهاي المادة كانت عبارة عن أي مادة أخرى، سميناها مثلا عين، أي مادة عين. فهون عندي تختلف كمية الحرارة يلي بيلزم تزويدها باختلاف نوع المادة من مادة لمادة. يعني وجدنا انه مثلا كان عندي الحرارة هون بدي اوصلهم لستين، المادتين بدي اوصلهم لستين سيلسيوس وهون لستين سيلسيوس، بالرغم من انه كتلتهم التنتين 400 جرام 400 جرام، درجة حرارتهم البدائية 20 سيلسيوس 20 سيلسيوس، لكن خلال 10 دقائق لما انا حطيتهم على النار خلال 10 دقائق كان مثلا عندي النحاس وصل لستين قبل المادة الاخرى، نفرض انها اي مادة اخرى سميناها عين. فهون بنكتشف انه عندي نوع المادة بيختلف عندي كمية الحرارة اللي لازم ازودها باختلاف نوع المادة. يعني اكتشفنا او توصلنا انه عندي اخر عامل من العوامل اللي بتعتمد عليها كمية الحرارة المفقودة او المكتسبة كانت نوع المادة. طيب نيجي نلخصهم بشكل سريع، نحكي عنهم بشكل سريع. هون عندي حكينا العوامل اللي تعتمد عليها كمية الحرارة المفقودة أو المكتسبة تغير في درجة الحرارة زيادة أو نقصان. فكلما كانت تغير في درجات الحرارة كبير لازم لإحداثه كمية كبيرة من الحرارة. يعني كلما كان الفرق في درجة الحرارة كبير بدي أعطي كمية حرارة أكبر لهذا الجسم لحتى أوصل درجة حرارة معينة. هذا أول عامل. العامل الثاني حكينا الكتلة. العامل الثاني حكينا الكتلة، حكينا انه بتتناسب طرديا، فمثلا كمية الحرارة اللي بيفقدها خزان ماء ساخن اكثر من كمية الحرارة اللي بيفقدها كوب ماء ساخن. يعني في بداية الشرح حكينا انه كمية الماء لو كان عندي كوب ماء وخزان ماء بدي اوصلهم لدرجة حرارة 60، مين لازم اعطي كمية ماء كمية حرارة اكثر؟ اكيد اللي هو خزان الماء. اذا الكتلة عندي تتناسب طرديا مع كمية الحرارة اللي بدي أعطيها أو اللي بدي يفقدها الجسم. آخر عامل اللي هو نوع المادة. نوع المادة بنسمي، في عندي مصطلح بسميه الحرارة النوعية. الحرارة النوعية هي كمية الحرارة اللازمة لرفع حرارة 1 كيلوغرام من المادة درجة سيلسيوس واحدة، ووحدتها جول لكل كيلوغرام في سيلسيوس. نتوصل من هذا الحكي إنه كمية الحرارة في إلها قانون. وصلنا من هذا الحكي لقانون كمية الحرارة، إنه كمية الحرارة هي كتلة الجسم أول عامل، في الحرارة النوعية ثاني عامل، في التغير في درجة الحرارة اللي هو العامل الثالث. إذن هون توصلنا لقانون كمية الحرارة. طيب نفتح كتابنا عشان نفهم معنى الحرارة النوعية بصورة أحسن. نفتح الكتاب عندي الكتاب صفحة 45، في عندي جدول في أحد التجارب جابوا عندي 3 مواد، رصاص حديد ألمنيوم. جابوا من الرصاص 2 كيلوغرام، يعني كتلة الرصاص اللي جابوها 2 كيلوغرام، وكتلة الحديد أيضا 2 كيلوغرام، وكتلة الألمنيوم كانت 2 كيلوغرام. إذن عندي هون الكتل مالها موحدة، ممتاز. إذن أنا وحدت الكتل ما غيرتها. 2 كيلوغرام من الرصاص، 2 كيلوغرام من الحديد، و2 كيلوغرام من الألمنيوم. الفرق في درجة الحرارة اللي هو 12 سيلسيوس، يعني التغيير يعني أنا بدي أحدثه في هاي المواد كان عبارة عن 12 سيلسيوس. يعني نفرض مثلا إنه كانوا جميعهم بداية درجة حرارتهم 100 سيلسيوس، بدي أوصلهم 112 سيلسيوس مثلا. يعني كلهم بدي أحدث فيهم تغير في درجة الحرارة يكون 12 سيلسيوس.
يعني برضو درجة الحرارة هون أنا عندي ما غيرتها، ما غيرتها كانت نفسها. طيب عندي آخر إشي كمية الحرارة المكتسبة. نلاحظ هون الألمنيوم أكم احتاج كمية حرارة مشان أكم 2 جرام من الألمنيوم كم احتاج كمية حرارة مشان أرفع درجة حرارته بمقدار 12 سيلسيوس؟ 21600 جول. 21600 جول. طيب نيجي للحديد. الحديد 2 كيلوغرام من الحديد بدي أرفع درجة حرارته 12 سيلسيوس احتاج 10800 جول، تقريبا نصف الألمنيوم، بالرغم من انه الكتل مالها نفسها، نفس الكتل ونفس درجة الحرارة اللي بدي اغيرها، لكن باختلاف المادة تغيرت عندي كمية الحرارة اللي انا بدي اعطيها لكل مادة. نيجي للرصاص. الرصاص فقط بيلزم اني اعطيه 3120 جول مشان ارفع 2 كيلوغرام من الرصاص 12 سيلسيوس. فهاي هي او هاد هو يلي بسميه الحرارة النوعية. فهون عندي منلاحظ اختلاف كمية الحرارة يلي اكتسبتها كل قطعة من الفلزات الثلاث باختلاف نوع مادتها، يعني باختلاف نوع المادة تختلف كمية الحرارة يلي أنا لازم أعطيها، وهذا هو يلي أنا بسميه الحرارة النوعية. نيجي مرة أخرى نعرف الحرارة النوعية. هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من المادة درجة سيلسيوس واحدة. طيب نيجي الآن نشتق، طالب مني اشتق وحدة الحرارة النوعية. بدنا نشتق وحدتها. طيب نيجي على القانون. القانون اللي احنا الآن اشتقناه كان عبارة عن كمية الحرارة، كان عبارة عن كمية الحرارة بتساوي عندي كمية الحرارة بتساوي كتلة الجسم ضرب التغير في درجة الحرارة ضرب الحرارة النوعية. وبدي طالب عندي اشتق وحدة الحرارة النوعية. وحدة الحرارة النوعية عرفنا انه كمية الحرارة لما تحدثنا عنها في بداية الدرس حكينا انها شكل من اشكال الطاقة، مش هي الطاقة الحرارية بتنتقل من جسم لاخر، وحكينا انها هي شكل من اشكال الطاقة. اذا وحدتها كانت عندي بالجول، اذا كمية الحرارة بنزل وحدتها بالجول بيساوي كتلة الجسم بالكيلوغرام، الكتلة بالكيلوغرام. التغير في درجة الحرارة، التغير في درجة الحرارة اللي هو دلتا، التغير حكينا معناها دلتا فرق في درجة الحرارة دال، فدلتا دال اللي هو دال 2 ناقص دال 1، درجة الحرارة بإيش بقيسها؟ سيليسيوس. إذا ضرب سيليسيوس ضرب الحرارة النوعية. الحرارة النوعية إلها رمز حانون، رمزها حانون الحرارة النوعية. الآن بدي وحدة الحرارة النوعية، بنقل كيلوغرام وسيليسيوس للطرف الآخر. إذا هون بقسم عندي على كيلوغرام ضرب سيليسيوس مشان أتخلص منهم، على الجهة الأخرى كيلوغرام ضرب سيليسيوس. إذا هون اختصرنا، صفت عندي الحرارة النوعية بتساوي جول على كيلوغرام في سيليسيوس، وهذه هي وحدة الحرارة النوعية. توصلنا هون لوحدة الحرارة النوعية. طيب نيجي الآن بدنا نحكي عن مصطلح آخر، مصطلح آخر بسميه السعة الحرارية. السعة الحرارية كتعريف بداية هي كمية الحرارة اللازمة، كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم كله، كل الجسم كامل درجة سيليسيوس واحدة. يعني جسم كامل بدي أرفع درجة حرارته 1 سيلسيوس، وأعطاني إياها بقانون إنه السعة الحرارية بتساوي لكتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية، كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية. إذا من هذا الدرس نكتشف إنه عندي توصلنا لقانونين بداية،
كمية الحرارة، حكينا هي كتلة الجسم في الحرارة النوعية في التغير في درجة الحرارة، كتلة الجسم رمزها ك في الحرارة النوعية، ح نون ضرب التغير في درجة الحرارة اللي هو دلتا دال، دالتين ناقص دال واحد، والسعة الحرارية اللي هي تحدثنا عنها من قليل اللي هي كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية للجسم ك ضرب ح نون. طيب نيجي هون، الحرارة النوعية اللي هي كتلة الجسم في الحرارة النوعية وين شفناها؟ في القانون كمية الحرارة، صح؟ كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية، كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية. يعني لو جيت عوضت مكان كتلة الجسم ضرب الحرارة النوعية بالسعة الحرارية رح يطلع معي قانون إنه كمية الحرارة بتساوي للسعة الحرارية للجسم ضرب التغير في درجة الحرارة، والسعة الحرارية رمزها ح س ضرب تغير في درجة الحرارة دلتا دال، دال تنين ناقص دال واحد. إذن هدول الثلاث قوانين.